مش طبيعي شو بحبك اسمك عم ضل مهلوس عم بوع بيعز الليل شوفك اذا عم تتنفس ومطرح ما بتدعش وبخاف يشكك دبوس مروق يابا واللي بيصيبك بالعين ان شاء الله بعينه يتقوى يابا لو تعرف شو بحبك وعبالي بربك حتى ما أنا أشتاق لك يا الله ياخدني أنا لا 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 تقبرني وعتقول عالشب فيه دخلك ما عندي غيرك يا نقطة ضعفي كلمة تقبرني وعتقول عالشب فيه دخلك ما عندي غيرك يا نقطة ضعفي الله يا بقى لو تعرف شو ياخدني قبلك يا خيل الليل يا خيل الليل ردي عالتحدي وحدي من نغمة الفيكي تحدي أنا من ربعكن أنا من ربعكن مرحل تحدي تلعي دايلين ويصير ويصير حبايا يلا 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 يا سيف العلق عدا طايل قادر دم الأصايل سيف العلق عدا طايل قادر دم يلا قولوا معي قولوا هادر دم الأصايل ويلا 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 اللي ناوي قاتل يابا ويلا اللي ناوي يلا حامل عليهم هيك ضوضاء
السورية قال ليلي كل السورية عم غني أحلى غنية لللبنانية والسورية حيوا كل الموجودين وحيوا الإمارات العربية الله 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 لا عمامي ولا
ثانك يو. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا. بدي رحب بكل الموجودين الليله، اكيد ان شاء الله تقضوا سهره حلوه. وجود الجميع مثل كل ليله خميس ومثل كل ليله بذا الشو بتكون سهره مميزه بوجود الجميع. اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله تقضوا سهره حلوه. ثانك يو.